يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 22/9/2017، يوم الجمعه. احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره. بس في البدايه اسمحوا لي اصبح على اشرف. اشرف، مستعد لماتش الزمالك النهارده؟ صباح الخير الاول. صباح الخير على كل الساده مشاهدي قناه الناين لايف في كل مكان. هادخل على طول في الموضوع. اصل انا ودينا احنا الاثنين زمالك، بس ما حدش يقول لحد دلوقتي حاليا. وطبعا ماتش النهارده اعتقد 8 وربع. ايوه، وكل الامنيات طبعا كل فرق المصريه. انا جايز زملكاوي، انا ودينا، بس طبعا من القلب بقولها لكم كل امنيات لفريق النادي الاهلي في مباراته الحاسمه مع فريق الترجي التونسي. بنتمنى يا رب ربنا يكرمهم في ملعب رادس باذن الله ويعيدوا الذكريات والانتصارات. بالتاكيد نادي كبير ونادي عريق زيه زي نادي الزمالك قبل الكره المصريه. ان شاء الله كل الخير والسعاده للرياضه المصريه باذن الله. ان شاء الله. كنت انا واشرف بنتكلم على موضوع مهم جدا، وكنا بنتكلم عن الزكاه في رمضان، وان الناس قد ايه بتحب تعمل خير في رمضان، وبنسمع عن شنط رمضان والناس بتساعد بعض وشهر كريم. بس دلوقتي احنا عندنا دخول مدارس وموسم، والاولياء الامور كلهم بيشتكوا من اغلاء الاسعار وان في حاجات كتيره جدا مش في مقدرتهم. فعشان كده كنا بنحاول نتكلم ان لو نقدر نساعد بعض، لو اي حد عنده جيرانه حد منهم محتاج اي حاجه يجيبها له هديه يساعده بيها. متهيألي ده هيكون حاجه كويسه قوي، لان احنا لازم موجودين في الحياه دي عشان نساعد بعض. ناخد الموضوع جد يا دينا بجد. بالزبط. والله في ناس مش قادره تجيب لبس المدرسه، في ناس مش قادره تجيب حتى الكشاكيل. وسمعت الكلام ده امبارح، وبقول لدينا سمعته من الناس بتتكلم كشاكيل واقلام وجزمه جديده وشنطه جديده. حق الاولاد علينا، حق الاولاد. وفي نفس الوقت فعلا الولد والبنت بيبقوا بالذات مع دخول مدارس بيبقوا كلهم محتاجين يكون حاجتهم جديده. حقيقي. فعشان كده نحاول نساعد بعض. الكلمه دي مهمه جدا. بالظبط، عشان كده نحاول نساعد بعض، لان الظروف فعلا صعبه والاسعار فعلا غاليه جدا. فخلينا نساعد بعض، وفي نفس الوقت نفسي يكون في فعلا رقابه على تجار. نفسي بجد يعني، عارف اشرف، لو ده حصل هيبقى في كل حاجه هتتظبط. كنا بنتكلم على جهاز حمايه المستهلك ودوره المهم جدا في الفتره اللي فاتت واللي جايه، خاصه كان في تصريح كمان من سياده رئيس الوزراء ان الفتره اللي جايه هتثبت فيها الاسعار ومفيش ارتفاع. ولكن يبدو ان الاحتكار او الطمع بيخلي بعض التجار يستغلوا ظروف دخول المدارس احيانا، بعض المواسم احيانا اخرى. فهي كلمه لقيتها دي مهمه جدا، يا ريت بس نحكم الاسعار. صحيح. نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهارده. هيكون معانا الكاتب الصحفي محمد الشماع للتعليق على الصحافه الصادره في صحف اليوم النهارده. اتفضل يا اشرف. بالتاكيد فقره دينيه هيكون معانا النهارده فضيله الشيخ فتح زيات. هنتكلم معاه عن الهجره النبويه والدروس المستفاده من الهجره النبويه، موضوع مهم جدا هنتابعه مع بعض. النهارده كمان هيكون معانا فكره من شاب مصري بنتمنى انه يتم تعميمها، والفكره بتعتمد على تطبيق او ابلكيشن بيتم تحميله على الانترنت باسم توكيلك. هو برنامج مجاني مصري بيحصل على ترتيب 147 على مستوى العالم لتسهيل استخراج الوثائق وتوثيق الاوراق الرسميه بمكاتب الشهر العقاري للقضاء على الروتين وعلى مدام عفاف وعلى الزحام. على مدام عفاف البيروقراطيه حاجه صعبه جدا. اوكي. الاستاذ كريم فرغل الناقد الفني هيكلمنا النهارده عن نجوم السوشيال ميديا. بالتاكيد السوشيال ميديا اصبح لها نجوم ما لهمش علاقه يعني، او حتى لهم علاقه بالسينما بالمسرح بالتلفزيون، ولكن اصبح في نجوم مخصوصين للسوشيال ميديا هنتكلم عليهم وعن اسرارهم. احيانا ساعات كمان بيبقى في اسرار للنجوم والفنانين والاخر، الاسرار الشخصيه بيتعاملوا معاها ازاي، بيدافعوا عن نفسهم ازاي. الكلام ده كله هنتكلم مع الاستاذ كريم على الموضوع ده. النهارده كمان معانا فقره فنيه خاصه جدا مع احدى الشعراء الغنائيين اللي كتب احلى اغاني المطربين منورين، واخرهم الفنانه اصاله طبعا، والالبوم بتاعها مكسر الدنيا اغنيه انا بتخان، اغنيه تامر حسني 180 درجه، والبوم كمان لرامي جمال وغيره من المطربين المنورين. فهيكون معانا شاعر الغنائي محمد عاطف. بالتاكيد هنخرج لفاصل سريع، ولكن خليني اقول لكم ان بعد استعراضنا ده هيكون في تقرير رياضي مهم جدا مع كابتن عمرو فوزي عن الدمبلز واستخدام الدمبلز. خلينا نروح بسرعه لتقريرنا الرياضي ونرجع نبدا يومنا مع دينا والاستاذ محمد الشمال.